تقيل احس كيف من الله وتطهير بزارته الحمد لله. شكرا سيدي ولي السادة على المصاحب ديالي السادة الحضور الكريم تكملا للعروض اللي تمت من طرف المدراء فوزارة الداخلية بشراكة مع وزارة الجهيز والماء وزارة الاقتصاد والماء اقتصاد المالية عفوا قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية استعدادا للموسم القادم وذلك بإنجاز إضافة إلى اتفاقية السدود الصغرى التي تم توقيعها مع جميع الجهات المغربية وتقنين تزود المأساة الشرب العقار في طرق الرمان الجنوبي للمأساة الشرب ورمك السقي 2025 قامت بإجراءات استباقية وتعداد برامج استعجالية إضافة إلى إجراءات استعجالية السابقة وذلك باقتناء وحدات متنقلة لتقنية المياه البحر وذلك بتخفيف عجز المياه وتزويد المراكز الصغرى والقرى والدواوين وكذلك اقتناء شاحنات خارجية. هذا اليوم الدراسي حول سياسة الماء داخل الجهة الجهات اللي كتعيش بحال الجهات ديال المملكة بعض جهات المملكة إشكاليات حقيقية ديال الماء هناك يعني توجه عام داخل مجلس الجهة باش هناك يكون هذا المواكبة ديال كل الإشكالات وكيفاش يمكن تنزيل أقرب وقت للمشاريع التنموية والمشاريع اللي كتصب في إشكاليات حقيقية ديال الماء فمجلس الجهة كيواكب مجلس الجهة عباء واحد ميزانية جد مهمة ما يفوق على 160 مليون درهم مع كل الشركاء ديالو باش يكون هناك يعني في سنة 2022 23 24 يكون نحاولوا نعالجوا المشاكل الحقيقية اللي كتعرفها جهة طنجة تيت والحسيمة نقولوا بأن اليوم هادو إشكالات كنحاولوا نعالجوهم في أقرب وقت ولكن هناك يعني اليوم احنا بصدد تنزيل ديال البرنامج التنموي ديال جهة طنجة تيت والحسيمة ومن الأساسي ومن الأولويات ديالنا هي سياسة ما داخلة في هذا المخطط ديالنا واللي بغيناها إن شاء الله تكون عندها استراتيجية يعني على البعيد يعني باش ما نبقاوش نكونوا ديما متخبطين في هذه الإشكالات عارفين كاين بعض الإشكالات في بعض المناطق اللي باقي ما وصلتهاش الماء أو بعض المناطق اللي فيها عندها إشكالات فهناك توازنات ما كاينش هناك توازن بين المدن أو لا بين القرى احنا بغينا نكونوا حريصين باش يكون إن شاء الله التعبئة الشاملة مع كل المتدخلين هنا معكم هذا المنبر كنشكر السيد الوالي ولاية طنجة على جهة طنجة واحد التعبؤ ديالو وعلى التعبئة اللي عمل معنا اللي اليوم حارسين ان شاء الله باش ننزلوا كل هذه المشاريع في وقتها واللي غنقولوا يعني كنتبعوها يوم يوم بعد يوم شكرا لكم. هذه هذا اللقاء كان لقاء جد مهم لتحقيق سفينة ديال الوضع المائي المقلق واللي كتفيه محصاب واحد العدد ديال المشاريع اللي هي حلول بضمان ضمان تزود الماء الصالح للشرب لجميع أقاليم الجهة لمدة 2023 كذلك للاستماع للحلول الممكنة مستعجلة يقتضى العدد من المتدخلين حيث أبان أن جميع تتضافر جهودهم في حلقة هذه المشاكل وكل من موقعه سيحسس في استعمال أكثر الشرب من هذا المباراة كنحيي الفلاح ديال الجهة اللي كيضمن عبر زراعة السكوية العدد ديال المنتجات الغذائية اللي كيوفرها الجهة وبعض الجهات الأخرى في المملكة واللي كنحيي أن الفلاح ديالنا تطور ولا استعمل السقي عبر التنقيط اللي كذلك هذا حق البرنامج اللي يوفر على المستوى الوطني عدد كبير من كمية المياه اللي كتفوق مليار ديال المكعب وكنطالبوا من هذا المنبر كذلك الاستمرار في دعم هذا السقي التنقيط حتى يتم عقلنا في ترشيد استعمال تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.